أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بسلسلة مؤتمرات سيدات في الخطوط الأمامية Women on Front Lines اللي عم تعقدها مؤسسة Media Communication Facilities بالشراكة مع ميشي دياء فاونديشن واليو أن وومن. المرأة أساس الوطن والثورة والحياة، فإن لم تكن المرأة قائدة لقلب المرء وعقله فمن ذا الذي ينقذ الجسد من الوباء والورم والمرض؟ ولأن سيدات الوطن دوما يخترن التحدي وفي الحرب قبل السلم، كان لي الشرف أن أكون بين سيدات رائدات في القطاع الطبي والصحي لأحاورهن، سيدات ناضلن في لبنان في العلم والأبحاث وفي التعليم وفي الصحة والطبابة لكي يبقى الوطن في صحته، وأخريات وصلنا إلى العالمية ليقودنا العالم إلى العلاج وإلى الحياة. حلقتنا اليوم ضمن هذا المؤتمر راح تكون بعنوان سيدات يعملن على حماية النظام أو نظام الصحة العامة في لبنان. بشرفني رحب اليوم بضيوفي لحلقة النقاش هيدي الدكتورة بترا خوري مديرة قسم الرعاية مديرة قسم الصحة والرعاية في الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر. أهلا وسهلا فيك دكتورة. الدكتورة أمية مشرفية رئيسة قسم طب العائلة ومديرة مركز التلقيح ضد كوفيد 19 في المركز الطبي للجامعة الأمريكية في بيروت والرئيس المشاركي لمجموعة التلقيح في الجامعة الأمريكية في بيروت. أهلا وسهلا فيك. الدكتورة ريما ساسين نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان. أهلا وسهلا. ومعنا أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية الدكتورة إيمان شنكيتي ممثلة منظمة الصحة العالمية. أهلا وسهلا بجميع الأطباء والطبيبات. يعني اليوم بحب أبدأ مع الدكتورة بترا خوري، بما أن اليوم الدكتورة بترا كان لها تجربة جدا ناجحة في موضوع الوباء وفي الكوفيد 19 من بعد ما كانت مستشارة الشؤون الصحية لرئاسة الحكومة. يعني اليوم دكتورة بترا لاحظنا بالفترة الأخيرة، إذا بدي أحكي أول شيء عن المشكل الأساسي اللي عم بيعاني منه الطبيب اليوم والمريض أيضا في ظل تقاعس المؤسسات الضامنة، لا سيما الضمان الاجتماعي، مؤسسات الرعاية الصحية، شركات التأمين، صندوق يعني تعاونية الدولة، القوى الأمنية والعسكرية. يعني اليوم شو اللي خلى هذه المؤسسات برأيك تتقاعس، أو شو هي كانت الثغرات أمامها لحتى كانت عم تفشل المواطنين في دخول إلى المستشفيات وإلى مراكز الطبابة؟ يعطيك العافية وشكرا على الاستضافة، وبحيي كل الستات والسيدات اللي معك يلي كنا سوا آخر سنة ونص عم نواجه أخطر ما ممكن يواجهه البشرية ببلد الريسورسز تبعه كتير قليل وظروفه كتير كانت صعبة. السبب اليوم اللي الخطر اللي عم بواجه القطاع الصحي بلبنان هي العملة. اليوم ببلد عملته انهارت وخسرت أكثر من 150% من قيمتها، القدرة على الشراء أو الدفع للقدرات الإنسانية، يعني التالنت ريتنشن للتالنت فقدت. وهون بتبلش المشكلة الأساسية، لأنه لما نظام صحي قايم على عملة انهارت وهو بحاجة للعملة الصعبة ليديره صار في امبالانس، يعني عدم توازن. صح، صار في عدم توازن، وهون بلش هون المشكل كل شيء، وما قدرنا نجيب عملة للقطاع الصحي، وعم بحكي عملة الصعبة كل شيء، والقطاع الصحي ما رح يقدر يوقف على اجريه. يعني نحن بنحكي ب reimbursement system، يعني reimbursement طريقة دفع لقطاع الصحي قايم على عملة عم تنهار كل يوم أكثر من يوم، بالوقت يلي هي هذا القطاع هو بحاجة لغير نوع عملة ليقدر يوقف على إجريه. نعم. كل شيء بنضخ فيه ماني والعملة المضبوطة اللي بتقدر توقفه كل شيء ورح يضل ينزل نزول. وأنا هون بس بدي أقول نقطتين. الدونيشنز الإن كايند، يعني الدونيشن يلي هي عينات، الهبات من العينات، كانت أدوية أو كانت سبلايز أو كانت شو ما كانت،
هاي ما بتوقف قطاعها، هاي كلها دونيشنز بتخلي بس انه ترقيع، يعني الواحد يقدر يندفي يمشي لقدام يشحط حاله، بس بالحقيقه هاي بتاثر كثير على فرص العمل، بتخلي قطاع الصحي يخسر فرص عمل، لانه القطاع الصحي بيقوم على بيع الادويه، بيقوم على بيع السبلايز، بيقوم على بيع السيرفيسز. فاذا نحن بنجيبها كلها دونيشنز، يعني عم نرقع بس ندفي تا نساعد المرضى، بس ما عم نبني قطاع صحي. اليوم تنبني قطاع صحي بدنا نعمل له مدخول، والمدخول بده يكون من العمله الصعبه. مشان هيك انا بقول لك، وهلا يمكن اول مره رح اقولها على برنامجك، نحن عم نشتغل على مشروع شيء نسميه كاش ان هيلث. انتوا اكيد سامعين بكاش ان سوشيال، يلي هن البرامج الاي اس اس ان المشهورين يلي بيعطوا اموال للفقراء او للاكثر حاجه. وفي مشروع بلبنان هلا ريشن كارد، البطاقه التمويليه، وفي مشروع الاكثر فقرا مع البنك الدولي. بس اليوم التوجه بالعالم انه نحن لازم نخلق شيء اسمه كاش ان هيلث لنقدر نضخ، يعني التمويل في الصحه، يعني نقدر نحن نجيب عملة صعبة لدعم هذه الصحة، وهذه أحد الحلول. يعني اليوم نحن نفتقد دكتورة بترا للحلول الواقعية على الأرض. يعني حتى الدكتور فراس أبيض كان عنده ساكسس ستوري، كان عنده قصة نجاح في مستشفى رفيق الحريري، إنما اليوم عم نفتقد لهالحلول. هل عم تنسقوا حضرتكم مع وزارة الصحة في لبنان لأجل وضع هذه الآلية؟ نعم، أنا من 10 أيام كنت ببيروت واجتمعت مع دكتور أبيض وحكينا بهذه الفكرة. هي هذا البرنامج أنا عم بلشه بالعالم مش بس للبنان، بس بدي أعمل، يعني بدي دخل لبنان بهذا المشروع. طبعا أنا يعني بموقعي هلا مسؤولة عن 192 دولة، بس عم نحدد أي دول بدنا نبلش فيها هذا الكونسبت، يلي هو نجيب نعطي للقطاعات الصحية يلي هي جيدة. يعني نحن بلبنان عندنا قطاع صحي جيد، الاستثمار فيه منه بحاجة كتير، يعني ما عم نبني نحن كاباسيتي بلبنان، كاباسيتي موجودة، مشكلتنا نحافظ عليها تما تختفي، مشكلتنا نمنع الانحدار أكثر فيها. وهون بيجي دور أنه نجيب مصاري لهالقطاع. وكيف بدنا نجيب المصاري؟ يعني السؤال دائما لما اوكي فكره انه بدنا نجيب مصاري حتى نضخها بالقطاع، كيف بدنا نجيب المصاري؟ اكيد هذا اللي عم نشتغل عليه اليوم، باي طريقه نحن بدنا ندخل المصاري على القطاع. وهذا الشيء كثير اساسي. يعني تفضلتي وحكيتي وقلتي انه القطاع الصحي بلبنان يعني بسنه 2018 حسب احصائيه بلومبرج طلع بالمركز 23 من حيث الرعايه الصحيه الاوليه، فاذا نحن هذا استثمار يعني بمحله، وقادرين انه نكبر اكثر استثمارنا بالقطاع الصحي. دكتوره اميه، اليوم يعني نحن كمان مرقنا بلبنان بهيدي السنتين بمشاكل، يعني من الانهيار الاقتصادي الى بعدين الوباء، بعدين الى تفجير الضمير بأربعة آب. يعني هذه المشاكل التي توالت على اللبناني، وكانت الصحة هي دائما بالخط العريض عم تكون دائما. اليوم شو كان دور وزارة الصحة برأيك للحد من هذه الأزمات المتتالية؟ الحقيقة أنه وزارة الصحة، بدي أحكي عن الصدمات اللي تلقتها وزارة الصحة قبل ما نحكي عن دورة، لأنه صار في شيء اسمه protracted complex، يعني الصدمات اللي كانت عم تاخذها وزارة الصحة بسبب النزاعات يلي عم تتوالى ويلي أحيانا عم تصير بإطار زمني قصير، كان لها تأثير جدا سلبي على البنية التحتية، على مستوى المعيشة، على الرأس المال المجتمعي. سو هيدي كانت أثرت كتير. إذا بنحكي عن الصدمات اللي صارت، فينا نرجع لحديت السنة ما بعد الحرب الأهلية، يعني 1990. هونيك طلعت وزارة الصحة بعد الحرب منهكة، واضطرت يكون عندها رعاية صحية استشفائية، يعني بعيدة عن الرعاية الصحية الأولية يلي هي جدا مهمة. كانت الفاتورة الصحية عم بتروح يعني 50% أو 48% عم بيروح للخاص وللجهات يلي غير حكومية، بالوقت الرعاية الصحية كانت يعني مش كتير موجودة أو ما إلى التمويل الكافي. وما بدنا ننسى كمان انه
بعد هاي الفترة اجت الأزمة السورية بعد سنة 2011 وصار في تدفق للاجئين السوريين يلي ما كانوا بمحل معين، كانوا بين شرائح يعني المجموعات اللبنانية، وين استفادوا؟ كانوا عم يستفيدوا من الرعاية الصحية الأولية يلي كمان هيدا صار عبء عليها أكثر. يعني الرعاية الصحية الأولية اللي كانت وزارة الصحة عم بتبلش فيه، بلشت فيه بال 1996 تزيد المراكز، كنا 19 مركز، هلا صرنا 249 مركز. بس هيدا عم بحكي عم بيكون في صدمات مع الوقت. خلصنا من الأزمة السورية، فات معها مثل ما عم تحكي الدكتورة بترا، مش بس صار في تدفق، صار في تدفق للجهات المانحة. هلا هاي الجهات كمان وقتها تجي صار في مالتيبل بلايرز على وزارة الصحة، وهيدا جزء أكثر الرعاية الصحية الأولية، صار في فراجمنتيشن اوف كير، يعني مثل كانه عم نرقع. اكزاكتلي صحيح. هلا بعد ازمه اللاجئين السوريين يعني اجتنا الفاينانشال كرايسيس، صح، باكتوبر 19. صحيح. هيدي بحد ذاتها كمان انهكت المراكز الصحيه الاوليه، لانه ما عاد في معدات. في دراسه بال 2020 كشفت انه المراكز الصحيه الاوليه يلي موجوده بلبنان في كثير منها عنده تقديم خدمات منخفضه. ليه؟ لأنه مش موجود معدات طبية، مش موجود بروتوكولات أو جايدلاينز، مش موجود إرشادات، حتى مش موجود أحيان ممرضات أو 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 أطباء. وراها كمان إجت نكبة 4 آب يلي كمان دمرت المستشفيات، دمرت المستشفيات، 3 مستشفيات تدمروا، 12 مركز صحي رعاية صحية تدمر، الحاويات يلي كانوا بالمرفأ كتير كان فيها معدات طبية كمان كلها تدمرت، المعدات الوقايه الشخصيه اللي البي بي اي اللي كنا عم نستعملهم بالكوفيد بمحاربه الكوفيد كمان كلها راحت. سو كان القطاع الصحي ووزاره الصحه عم تتلقى ضربات يعني كثير قويه، وكان هم انه عندها مشروع على المدى القريب وعندها كمان محافظه على الرعايه الصحيه اللي هي اساسها انه تحافظ على صحه الناس بغض النظر عن المشاكل اللي عم بتصير يعني هلا حاليا. يعني دكتوره أمية اللي حكيت بيخليني اتوجه بسؤال الدكتورة طبعا إيمان شنكيتي اللي هي معنا من فلوريدا. نحن متشكر حضورك كمان على اللي فيه كتير قيمة مضافة إلى حلقتنا الحوارية. يعني اليوم أنت ممثلة لمنظمة الصحة العالمية في لبنان، يعني نحن نعرف أنه WHO كانت عم تساهم بدعم كتير كبير للقطاع الصحي بقلب هذه المشاكل المتتالية اللي حكت عنها الدكتورة أمية. كيف كانت هذه المنظمة عم تملأ الثغرات الكبيرة بالإضافة إلى دورها في موضوع الرابطة أو الترابط بين التنمية الإنسانية والسلام؟ أول شيء بدي أتشكرك وأقول مساء الخير من عندي لكل المستضيفهم، لكل السيدات. أنا بشرفني أني أكون معكم بهاي الحلقة، لأنه يمكن من المهم أنه نضوي على دورنا إحنا، ولكن كمان على دور اللي مش موجودين معنا بالحلقة. صحيح. شرف لنا. كان دور المنظمة يعني في تقدر تقول على محورين، يعني على 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 two levels. أول إشي بالنسبة لسد الثغرات، وأنا يعني كتير بوافق دكتورة بترا واللي حكته قبل شوي بخصوص سد الثغرات اللي هي عمل المنظمات سواء كانت الأممية أو المنظمات الغير حكومية. أكيد يعني لما بيصير في دونيشن سبلايز ميديكال إكويبمنت الأدوية، هذه أكيد بتأثر على تحريك السوق بالنسبة للقطاع الصحي، ولكن كمان الهدف بيكون منها هي آني ووقتي بس لمنع التدهور الوضع الصحي في البلد أكثر. فهو من ناحية مثلا الأدوية بعطيك مثال واحد. نعم. إحنا عندنا برنامج كان مستمر من البداية، يعني قبل الحوادث، قبل الكوفيد وقبل الحادث مرفأ بيروت، اللي هي مثلا الأدوية. إحنا كنا نجيب أدوية سواء كانت للأدوية الأمراض المستعصية، الأمراض المزمنة أو الأكيوت ميديكيشنز اللي بنسميها، ولكن كانت بشكل محدود وكانت يعني بتخدم شريحة معينة من الناس سواء كانت اللبنانية أو اللاجئين اللي موجودين في لبنان. حاليا طبعا هذا البرنامج اضطرينا إنه نوسع فيه طبعا بدعم من وشراكة من كثير من الدول
اللي يعني بتتبرع بالنسبة للبنان، اضطرينا إنه نوسع بهذا المجهود حتى إنه نجيب أكثر أدوية على الأقل، يعني نقدر نكفي تقريباً 550 ألف شخص في لبنان، سواء كان بالأدوية المستعصية، الأدوية المزمنة، أدوية الكانسر للأطفال، الدياليسيس، غسيل الكلى، نعم اللي هي غسيل الكلى. المنحة الثاني اللي هو أنا بركز عليه أكثر، اللي هو ربط الحالات أو المساعدات اللي بتيجي للطوارئ بالتنمية المستدامة. يعني إحنا بنقولها بالإنجليش، بنقول يعني leaving no one behind but leaving something behind. يعني كتير بهم أنه يكون في تقريباً استثمار بالقطاع الصحي، وهذا الشيء اللي هو حاولنا إحنا بالفترة الماضية نشتغل عليه. أول إشي إحنا بنعرف أنه القطاع الصحي في لبنان بتميز بالقطاع الصحي الخاص القوي، يعني تقريباً 80-70% من الخدمات كانت تتقدم عن طريق القطاع الصحي الخاص. صحيح. فكان في برنامج لربط القطاع الصحي الخاص بالقطاع الصحي العام، إحنا بنسميه التوأمة، اللي هي علشان نشوف طريقة لنقل الخبرات والدروس المستفادة بالتعامل مع حالات الكوفيد من القطاع الصحي الخاص للقطاع الصحي العام لرفع مستوى القطاع الصحي العام. وأنا بعتقد أنه إحنا عملنا يعني تقريباً زي تقييم للبرنامج من شي أسبوعين، وكانت النتائج كتير بتبشر بالخير، وخصوصاً المستشفيات الجامعية اللي تم توأمتها مع المستشفيات العامة. نعم. الإشي الثاني اللي هو إحنا كتير بهمنا كمان، اللي هو رفع مستوى القطاع الصحي العام، فهو خلال فترة الاستجابة للكوفيد، وهذه شغلة كتير مهمة، يعني صار في كتير أموال تضخ للاستجابة للكوفيد، ولكن بمساعدة الشركاء الدوليين قدرنا على الأقل أنه نبني زي ما تقول قدرة استشفائية في هاي المستشفيات الصحية، المستشفيات الببليك سيكتور، بحيث أنه نقدر نرفع قدرتها على الاستجابة بحدود يعني تو تايمز، يعني مرتين للقدرة الاستشفائية السابقة. هلأ هاي ما بنقدر نقول أنها كافية، ولكن لازم نحاول نحافظ عليها، وهذا هو الهدف هلأ، أنه نعمل بالانس بين القدرة الاستشفائية الخاصة والقدرة الاستشفائية العامة، بحيث أنه كلياتهم يكونوا ماشيين بطريق موحد. فبتهيألي هاي من الشغلات اللي طبعاً. إحنا يعني منحب نضوي عليها ومنحب أنها تستمر. يمكن من الشغلات اللي كمان هلأ يمكن جديد من شي شهر أطلقت، اللي هي الرؤية المستقبلية للقطاع الصحي تحت طبعا الإشراف تبع وزارة الصحة. تم إطلاق زي ما تقول the launch of the strategic national health strategy، اللي هي المفروض تكون يعني in line أو يعني مع الرؤية 2030 أو الرؤية التنمية المستدامة. كيف منشوف القطاع الصحي العام والخاص، يعني إحنا بنحكي عن كافة القطاع الصحي، كيف منشوفه؟ هل ممكن أنه يضل مستوى أو يرتفع مستوى القطاع الصحي العام؟ هل ممكن أنه كل المستشفيات الخاصة تضلها شغالة بنفس الكاباسيتي؟ نعم. هل احتاجين ال 11 ألف سرير اللي موجودين في البلد قبل المشاكل هاي؟ في كتير مستشفيات سكرت، هل من ساعتها ترجع تفتح؟ هل نعمل دمج؟ هاي كلها استشارات هلأ حالياً عم تحصل مع طبعا تحت اشراف وزاره الصحه مع دكتور فراس اكيد، مع كافه الشركاء سواء كان اكاديميين سواء كان جمعيات سواء كان مدراء مستشفيات قطاع خاص قطاع عام. فهاي انا بتهيألي من الشغلات اللي من الاسئله الصعبه اللي احنا كلياتنا لازم نسال حالنا، احنا كيف شايفين القطاع الصحي في المنظور القريب، كيف بده يتطور، وفي المنظور البعيد.
يعني وهذا الشيء يعتبر من اهم الدعمات، يعني عم تحكي عن الشراكه بين القطاع العام والخاص اللي هو البابليك برايفت بارتنرشيب اللي هو بالكوفيد 19 بالوباء كثير ساعد لما تدخلت المؤسسات الجامعيه الخاصه لدعم المؤسسات العامه الطبيه. دكتوره ريما ساسين، اليوم يعني انت حضرتك نقيبه جديده على نقابه الممرضين ومنبارك لك، يعني شكرا. من اقل من 5 أو 6 أشهر اليوم اتيتي الى هذه النقابه والممرضات يهاجرنا. اليوم كيف كان هذا التحدي امامك؟ كيف كنت عم تواجهيه؟ اليوم نعرف نحن حتى كان بعض الممرضات ما عم ياخذوا حقوقهم بما يلزم. اليوم الممرضه او الممرض بشكل عام بيشتغلوا يمكن اكثر من نصف العمل للطبيب، فكيف قدرتي تواجهي هذه موجه الهجره من نقابتك الى المستشفيات كافه؟ أول شيء موضوع الهجرة الممرضات والممرضين بلبنان هي قديمة، يعني من زمان نحن بنعرف هالقطاع التمريضي بالعالم كله دايما هو بحركة دائمة، يعني الممرضات دايما بحبوا يغيروا لحتى يشوفوا الأحسن ويتطلبوا أكيد ياخذوا معاشات وحقوق أحسن. من 2019 لليوم تقريبا شهدنا أكبر عدد من الهجرة، وصلنا تقريبا لل 2000 ممرض وممرضة، وللأسف هن من أصحاب الكفاءات والخبرات، يعني هيدا الشيء كمان كان له تداعيات كبيرة على المراكز اللي عم يشتغلوا فيها، كان بالمستشفيات أو بالرعاية الصحية أو بغير أماكن عمل. وهودي الأشخاص مش بس عندهم خبرة وكفاءات، كمان قدروا أثروا، عم أنه عم نحكي عن القطاع الصحي كمان على المستشفيات، يعني بعدم صار المستشفيات ما عندها العدد الكافي لحتى تقوم بواجباتها وتقدم للمرضى العناية اللازمة، فاضطرت بعض المستشفيات تسكر بعض الأقسام الاستشفائية، وبمحلات أنت بتعرف زادوا الراسيو، يعني كان بالقبل كل مرضى مثلا بتهتم بسبع مرضى، لأنه العدد خف صارت المرضى عم تهتم بعشرين أو بعشرة، وهذا الشيء كمان له تداعيات على الصحة العامة على العناية. مشان هيك نحن أطلقنا وعلينا الصوت بنقابة الممرضات والممرضين تنقول أنه هيدا له تأثير على النظام الصحي اللي عم يحكوا عنه، ونحن بنعرف المرضى هي عندها دور أساسي فيه مش بس بالاستشفاء، وهون بدي أحكي عن خبرتنا من وراء كوفيد وكل اللي مرقنا فيهم، وإذا نحن بدنا نتطلع على الصحة الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة منشوف أنه المرضى هي عندها دور أساسي بالوقاية وبالعلاجات وبالتثقيف الصحي. طبيعي. وتبينت الدراسات انه اذا بيكون عندي عدد كافي من الممرضين بهالنظام اكيد هذا الشيء بيوفر علي اقتصاديا، ما بعود بروح للتضاعفات مضاعفات الامراض المرضى فيها تعلم بالكوفيد مثلا كيف نتوقع حالنا ونخفف هالكونتاكت بين العالم وكل هالاشياء اللي كان بالامراض المزمنه او بالامراض، وخصوصا نحن ببلد لا في دواء لا في معدات، فما قلنا غير الثقافة والعلم، وهون المرضى أكيد بتبرع فيهم لأنه عندها دور أساسي خارج المستشفى كتير مهم، واللي هون شفنا ما عم يتضوى عليه، يمكن لأنه مثل ما كانت عم تقول دكتورة أمية مراكز الرعاية الصحية الأولية بدها دعم، والمستشفيات العامة بدها دعم، يمكن إذا دعمناهم بيكون أكيد المرضى عندها دور أساسي فيهم للوقاية من الأمراض. هلأ بدك تقلي شو عم تعملوا بالهجرة، لأنه نحن علينا الصوت بنقابة الممرضات ولا زلنا، طلعنا عدة بيانات لحتى نقول أنه انتبهوا وصلنا لمرحلة خطر، وأنا إذا بدي ضلني حافظ على صحة الفرد والجماعة والشعب اللبناني بدي حافظ على عدد من الممرضات والأطباء وكل العاملين الصحيين، فطلبنا بحقوقنا أول شيء أنه يرجع النظر بهالمعاشات. هلا بنعرف كل المستشفيات عم تقلنا ما عم نقدر نعلي، بس يمكن هالهبات وهالمنح لازم ايه نفكر هلا بهبات للقطاع الصحي، لانه ما بنقدر نخلي الاطباء والممرضات عم يمشوا على رجليهم يعيشوا بلبنان من بعد ما صار الاقتصاد مدولر، بكل هو الاقتصاد اساسا مدولر، الحياه كلها بتعتمد على الدولار، مزبوط. والممرضات والاطباء عم يقبضوا بعضهم بالليره اللبنانيه، عشان هيك طلبنا يكون في نسبه من هالهبات تجي للقطاع التمريضي لنساعدها لتقدر تكفي، لانه لاحظنا كمان من وراء
دراستنا انه اللي سافروا هن خصوصا الممرضات اللي عندهم اولاد، يعني كانوا عم بيسافروا طلبا ليعلموا اولادهم. نحن بتعرف الشعب اللبناني بنحب نعلم ونثقف اولادنا، فهالمرضى الام اللي ما عم تقدر تامن الدراسه لاولادها هي سبب من الاسباب الهجره. فمشان هيك طلبنا من المستشفيات اللي هن ارباب العمل مطرح ما بيشتغلوا الممرضين فيها انه ساعدوهم واعطوهم مساعدات اجتماعيه ليساعدوا بتعليم اولادهم كان بالمدارس او بالجامعات. اذا ساعدناهم بالمعاش من ميلي واعطيناهم هالمساعدات الاجتماعيه والتامين الكافي، ما بعتقد انا الممرضين رح يهاجروا. فهيدا اللي عم نشتغل عليه حاليا. وحاليا كمان انا بدي اقول شغله يمكن هي اول مره هلا بدي اقولها، نحن صحيح علينا الصوت بس هلا وصلنا لمرحله رح نوقف وقفه مطلبيه من قبل نقابه المرضى والممرضين اللي بدنا ندعي فيها كل القطاع التمريضي بلبنان، اللي هي منا موجهه ضد ارباب العمل، موجهه لحتى نقول نحن عنصر اساسي بهالنظام الصحي، انتبهوا لنا، حافظوا علينا. ورح نطلب سلسله مطالب ومؤتمر صحفي لحتى نقول نحن بدنا نبقى بهالبلد، بدنا نحافظ على صحه شعبنا واهلنا، بس ساعدونا لحتى نقدر نكفي. والا كل يوم البلد بده يخسر مرضين ومرضات، وللاسف هن كفؤات. هلا بدك تقول لي عم يجي ناس على المهنه، ايه عم يجي، يعني كل سنه يمكن عم بفل 2000 عم بفوت 2000، بس هودي اللي عم يتخرجوا الجدد ما كمان ما فيهم يعوضوا خساره الكفاءات. صحيح. اللي هي عندها خبره وعندها الباع الطويل بالقطاع الصحي مثل عم بيهاجروا. مزبوط، لانه بدهم هن كمان مرافقه. أكيد. ليقدروا يصيروا كمان يقدروا يقوموا بواجباتهم المطلوبه منهم. والشغله الثانيه بدي خليهم اعطيهم حقوقهم لهن كمان ما يفكروا يهاجروا. يعني كنا بالقبل ما نصدق امتى نخلص الاختصاص ونشتغل، هلا صرنا بنحس من طلابنا ما بيصدقوا امتى بيخلصوا تيهاجروا. فهيدا خليهم معلقين بهالبلد ونعلقهم، اكيد بدنا نعطيهم الاشياء الاساسيه، ما عم نطلب اشياء اكثر من الاساسيه، الاشياء الاساسيه هي المعاش، وانا بدي احكي عن البنزين، يعني كمان النقل اليوم النقل هو مشكله كثير يعني كبيره الحقيقه. خصوصا نحن الممرضين ما فينا نشتغل عن بعد، يعني بعد ما صارت هلا مضطرين نروح على اماكن عملنا، اذا بيتساعدوا بالنقل بالحوافز يعطوهم حوافز، خصوصا بالكوفيد 19 هن كان لهم دور اساسي التطعيم، يعني اذا بنعطاهم كمان حافز مادي، ايه الماده لها تاثير بهالايام لحتى يحسوا حالهم انه نامن لهم حياه لائقه فيهم. نعم. تيقدروا يكفوا بمهمتهم. يعني عم نحكي عن الهجره والدكتوره بترا هجرت وتركتنا، بس بس مع ذلك ما زالت حاطه لبنان ببالها وعم تشتغل على موضوع الكاش اي كاش هيلث. دكتوره بترا بدي انتقل على بيلر ثاني، على ركيزه اخرى ايضا بالموضوع الطبي وهو الدواء. اليوم يعني بغيابك اليوم فينا نقول الدعم انرفع بطريقه جزئيه عن بعض الادويه او بطريقه كليه عن البعض الاخر. أنا بعرف أنه كان في كتير خلافات وقت اللي كنت باستشارة الشؤون الصحية بين أنه ينرفع الدعم أو من رفع الدعم. اليوم هل برأيك هذا الخطوة التي قام بها الوزير فراس الأبيض هي خطوة بناءة؟ هل كان ينقصها بعض خليني أقول العوامل لحتى تتنفذ بطريقة كاملة متكاملة؟ وشو هو الحل برأيك لموضوع الدواء المنقطع والمقطوع كليا في لبنان؟ موضوع الدواء كثير متشعب بلبنان لأنه نحن منستورد معظم أدويتنا، ولما بتستورد بدك نرجع نحكي لنفس النقطة، هي العملة الصعبة. اليوم أي وزير صحة ما عنده معضلة قدامه قديش عنده مصاري بجيب أدوية فيها. المشكل بفتكر الأساسي يلي بسياسة صرف الأموال بلبنان، شو بدنا نحدد نحن شو أولوياتنا؟ يعني إذا نحن بنعتبر إنه الدواء is essential شيء، وإذا بنعتبره critical شيء تاني. بدنا نحدد شو بنعتبر الدواء. أنا برأيي الدواء is critical، الدواء مش essential، it's أكثر من essential، it's critical. إذا بنتفق كلنا إنه الدواء critical، ساعتها منقول بدنا نخلق له المصاري لنموله.
يعني هي الشغلة ما وزير صحة أو مش وزير صحة، القصة هي سياسة الدولة شو بدها تكون. اليوم على سياسة الدولة الدواء وسبيسيفيكلي بدي أحكي على الكرونيك واللايف سيفينج والفاكسينز والكيموثيرابي، لأنه أنا هدول عشت هيدا الملف. في عندك بعد الأكيوت يلي هن الأدوية يلي لمدة زمنية قصيرة مثل الانتيبيوتكس، وفي عندك اللي منشتريهم الأوفر ذا كاونتر يلي هن هدول. الأكيوت إذا غلي ما بيأثر، بتشتريه مرة بالسنة أنت، يعني الانتيبيوتكس يمكن تعوزه مرة بالسنة، دواء القرحة يمكن بتعوزه، إذا كان أغلى شوي ماشي الحال. بس أدوية الكرونيك ما في، يعني لا جهات الضامنة صناديقها بتقدر تتحمل رفع الدعم. يعني اليوم نحكي عن السكري والضغط والكوليسترول وكل هالأدوية، طبعا الأمراض المزمنة، أدوية القلب، يعني نعم كل جهات الضامنة. اليوم كان المواطن يدفع 15% والجهات الضامنة تدفع 85%. ما بقى عم تقدر 85% ما رح تدفع على الجهات الضامنة. يعني صرنا عم نقول له للمواطن مش بس ال 15% غليت، ال 85% راح كمان. بقى أنا يعني بعتقد الدكتور أبيض مش مشكلة عنده، المشكلة بالسياسة اللي بدنا نحطها لنصرف المصريات اللي باقيين عنا. يعني هيدا سياسة الصرف تبع البلد، إذا واحد عنده ببيته مصاري بيجي بيحدد شو الأولويات اللي بده يصرفها ببيته. هاي ما لها علاقة بالأولاد، هيدي لها علاقة باللي ماسك الحساب وعم بقرر وين بده يصرف. اليوم اللي ماسك الحساب هو مصرف لبنان والحكومة كلها. وين بدهم يصرفوا المصريات؟ هي النقطة الأساسية. يعني إذا بيجوا بيقولوا له للدكتور أبيض دحنا بدنا نصرف هالقد مصاري على الدواء، إذا ما بتأدي لازم يزيدوها. يعني ما فينا هلا كمان أنا ما بدي ما بحب علق، لأنه الله يعين اللي قاعد بالنار، التنظير عادة من برا مش حلو. أنا عشت بمرحلة لما أنا كنت بالنار والكل عم بنظر برا، بس في توجه لازم نتأكد منه إنه شو أولويتنا بالصرف. اليوم أولويتنا إذا الدواء is critical وعم حدد الأربع أشياء اللي قلتها، لازم نخلق لهم المصاري لنصرف عليهم، مش لازم نتركها لا على وزارة الصحة ولا على المواطن تيفكروا كيف بدهم يأمنوا المصاري. هيدي السياسة الدوائية تبع البلد كلها سوا، هاي لازم تكون أولوية. من وين بدنا نجيب لها المصاري؟ منجيبه من القرض من البنك الدولي، منجيبه من الاس دي ار تبع الاي ام اف اللي عطوها من مصر لمصرف لبنان، منجيبه ما بعرف، بس بده ينجاب تمويل. هيك ما يعني ما بيمشي الحال، لانه الوزير انحط بموقع يا ما في دواء يا بدك تشيل الدعم الجزئي. الدعم الجزئي يعني ما في دواء ل 70% من الشعب، يعني بعدنا محلنا اكيد. وبعرف انه قالوا للناس روحوا على مراكز الرعايه الصحيه. هي السؤال بدي اسالك اليوم، يعني في عنا 250 مركز، وانت اكيد ست اللي عارفين بانه بهذه المراكز كثير عالم عم بتدق وكثير عالم عم بتروح ومع وصفات موحده، وليس هناك يعني الا القليل اللي عم ياخذ هذه الادويه. هل كان تصريح الوزير الابيض اللي كان واثق انه في 250 مركز قادرين يوزعوا هالادويه، هل كان بمحله؟ بفتكر الوزير أبيض ما عنده كان حلول جدا، يعني تيجي يعمل أسسمنت ل 250 مركز إذا قادرين ولا لا، اتكل على شو انعطاله من السياسات الصحية اللي قبله، يعني اطلع على هيدا. بس كمان أنا ماني بموقعه، بس أنا بقول لك إنه مراكز الرعاية الصحية وتوزيع الدواء المجاني ما بيخلق قطاع صحي، يعني طبعا. عم برجع أنا حدد هيدي النقطة، بتسكر صيدليات بنرجع بنوقع بالان امبلويمنت. صح. نحن مش يعني نجيب دونيشنز أدوية ونوزعها على مراكز الصحية وهي تعطي المواطنين، ما خلقنا قطاع صحي. المستشفيات بتعمل مصاري من الدواء، إذا ما بيعت المستشفيات أدويتها ما بتعمل، ما عندها على البادجت تبعها سيولة. إذا الصيدليات ما بيعت أدوية ما عندها سيولة لتكمل وتفتح، تسكر الصيدليات بتزيد الشوماج بتزيد الانمبلويمنت. يعني هيدول حلول قصيرة المدى لنرقع تنوصل للحل الأطول المدى. الحل الأطول المدى بدك مال ضخه بالقطاع والقطاع الصحي كله سوا. اليوم النقيبة حكيت على معاشات ثروة لبنان، هن الهيومن ريسورس تبعه والقدرات البشرية. نحن بنعرف أنه في دول إمكانياتها المادية عالية جدا ما قدرت تعمل قطاعات صحية قوية لأنه ما عندها قدرات بشرية. نحن ثروتنا قدراتنا البشرية،
هاي القدرات كمان بدها مال اليوم. نحن إذا ما أعطيناها مال رح تفلها، وشو ما عملنا؟ لأنه بالنهاية لما بصير معاش للمرضى بالنهار 2 دولار ولا تشتغل 12 ساعة تتحمل كل هالضغوطات ما رح تبقى. يعني بدنا نرجع نقول هذا القطاع كله سوا، كان الدواء ولا الاستشفاء ولا الطاقات البشرية، كله بده ينضخ فيه مال، ينضخ فيه مال ليرجع يقلع ويمشي يتحرك. ما السيارة ما بتمشي ولا بنزين، والبنزين كوموديتي. اليوم الكوموديتي للقطاع الصحي هو المال. إذا ما دخينا في مال كل الحلول اللي عم تطلع هي حلول. إذن المسؤولية اليوم دكتورة بيترا تقع على عاتق الحكومة لكي تأتي بهذه الأموال. يعني نحن اليوم صرنا 3 أشهر بعد ما شفنا لا محاولات لضخ هذه الأموال أو لاستجلاب هذه الأموال من الخارج. هل هون المسؤولية يعني تقبع بالأساس؟ أكيد، لأنه ما حدا بيقدر يعمل نيغوشيشن باسم القطاع كله سواء إلا الدولة اللبنانية. هلأ نحن كل واحد بمركزه، وأنا مثل ما قلت لك عم فكر بشيء بروجرام مع الصليب الأحمر اللبناني للبنان، بس كمان هيدا الشيء دولة أنا ما بيقدر يغطي الشعب اللبناني كله. حيلا بروجرام نحن نعمله بغطي القسم من اللبنانية، بس في عندك قسم الأكبر هي مسؤولية الدولة، وهون مسؤولية على الحكومة إن هي تباشر إن تجيب أموال لهالقطاع، وبدي أرجع حط تحت الأموال أموال بدي سطر تحتها، مش donations in kind، مش donations عينات. هاو العينات بيخلصوا، وشفنا بعد انفجار بيروت قديش إجا عينات على لبنان خلصوا. ونحن بأزمة نحن أزمتنا ما عمرها شهر وشهرين وسنة، أزمتنا مثل ما أننا رايحين بالانهيار العملي اللي نحن فيه وبالخسائر المادية اللي نحن فيها المالية، عم يحكوا بعشر سنين، ما عم نحكي نحن بسنة وسنتين. بقى على الأكيد لازم ينحط، وأنا مبسوطة أنه إيمان الدكتورة شانكيتي حكت أنه عم ينحط سياسة، بلشوا يحكوا بالسياسة الصحية للبلد. الأكيد أنه بالسياسة الصحية لازم ينحكى على التمويل ولازم ينحكى على طريقة الصرف، هو الشقفتين، يعني كيف منمول وكيف منصرف. الريمبرسمنت سيستم تبعنا نحن كان فيه فور سيرفيس، فكان فيه أبيوز، لأنه كانت الناس قد ما بدها بتروح وبتعمل وفحوصات وشيله حط وشيله حط، ففي صرف. هون لازم نطلع كيف بدنا نصرف بالقطاع الصحي، بس أهم شيء اليوم الإميديت كيف بدنا نجيب تمويل لهالقطاع، تمويل. يكون في يعني تمويل ويكون في رقابة اللي هي غابت عن كل المؤسسات الحكومية إلى حد ما بكل هذه الفترة. دكتورة بيترا أنا ما بدي أطول عليك، بعرف عندك التزام آخر، أنا كتير بتشكرك على وجودك القيم، وبنتشكرك لأنه لبنان بعده ببالك ولأنك عم تفكري فيه، وإن شاء الله بنقدر نتعاون سوا بالأيام اللي جاية. شكرا كتير. شكرا جزيلا وتحية للجميع، وأكيد لبنان بالقلب. شكرا. Thank you. باي باي. دكتورة أمية، يعني اليوم بدي استكمالا من دكتورة بيترا، اليوم الانترناشنال كوميونيتيز الجمعيات العالمية برأيك كيف فيها تساعد سواء كان على المدى القصير شورت ران أو على المدى الطويل بخضم هذه الأزمات اللي عم نعاني منها اليوم؟ أكيد الانترناشنال كوميونيتي، الانترناشنال دونرز أو كوميونيتي بيقدروا يساعدوا على مدى قصير ومدى بعيد. هلا المدى القريب لانه بحاجه، يعني كنا عم نحكي عن مراكز الرعايه الصحيه الاوليه، في مناطق ما في غير مراكز الرعايه الصحيه الاوليه، يعني هي مزبوط ما بتعمل هيلث كير سيستم، بس هي within the plan of the health care system، لانه بالمناطق اذا بتروح على الارياف يمكن ما في غير هالمراكز يلي بتوجه لها الناس. وفي نماذج بالعالم عن الهيلث كير سيستم يلي منبنى على المراكز الرعايه الصحيه الاوليه ناجح. نحن ما بدنا نروح للاكستريم، بس بالوقت الحاضر وعلى المدى القصير لازم هالمراكز تتجهز، لازم هالمراكز يكون فيها عامل صحي، ممرضات، اطباء، لازم يكون في تحفيز مثل ما قالت الدكتورة للممرضات انه يعملوا، يمكن مثلا يصير في مبادرة انه اذا بتشتغل سنتين بمركز برعية بالريف بتروح تعمل ماسترز برا مثلا، بده يصير في تحفيز. هلا
بيقدروا يساعدوا بالمراكز الصحيه الاوليه، بس طبعا هيدا مش كل شيء. انا بلاقي كثير مهم انه هالدونرز اللي عم يجوا او هالانترناشونال كوميونتي يكونوا تحت الامبريلا اوف منستري اوف هيلث، يعني ما يكون كل واحد مثل مالتيبل بلايرز، يكونوا كلهم عم بينسقوا ببلان. بس مش احد اهم اسباب المشاكل اللي صارت بالاونه الاخيره انه كانت عم تجي هذه الدونيشنز او هي التبرعات لوزاره الصحه، عم بحكي بالسنه الماضيه، وكانت من هونيك ما عم نعرف كيف عم توزع، يعني حتى في بعض المستشفيات عم تقول لها ما كان عم يوصلها شيء. 100% بدك شفافيه وبدك بلان واضحه، يعني كومبريهنسيف بلان، يعني البلان ما بتنحط بوقت الازمه، بوقت الازمه بتكون انت رياكشنال، بتكون انت عم تعمل رده فعل، بدك تكون قاعد وعم تحط بلان على المدى الطويل. كمان بلاقي انا ازمه الادويه هلا حكينا عنها، يعني اذا بفوت على لائحه الادويه بوزاره الصحه، زيت المرض عنده 10 ادويه. صح. والعشر ادويه كل واحد بسعر وكله كان مدعوم من البنك المركزي، انه كيف يعني؟ بعدين هل نحن البراند كان مدعوم؟ هل سياسه الدعم رح تضلها ماشي بلبنان؟ يعني لازم يجي وقت انه هالانترناشونال كوميونيتيز يدعموا انشاء او انتاج الدواء بلبنان مثلا، يساعدوا المعامل، يساعدوا الفارماسيست، يكون في ادويه. مش مقبول انا انه اجيب ادويه تكون كلها مستورده، على القليله كل دواء مستورد لازم يكون مقابله دواء محلي، هيدا شيء مهم انه نشتغل عليه. طبعًا. وهيدا على المدى الطويل كثير طبعا، يعني وفي نماذج من دول العربيه عم بيصدروا ادويه، يعني نحن ما بعتقد عندنا مثل ما قال الدكتوره بيترا عندنا الكفاءات وعندنا الاختصاص. بعد في شيء انا بلاقيه كثير مهم كمان، دعم المستشفيات الخاصه ودعم المستشفيات الحكوميه، لانه هودي كثير مهمين، يعني هودي عم يستوعبوا كل هال يعني هالازمات يلي عم بيمر فيها البلد. نعم. فينا كمان الانترناشونال كوميونيتيز فيها تساعد بالوصفه الرقميه، يعني نحن هلا شو صار عندنا بالازمه هلا؟ صار الدواء انقطع، صار المريض بيروح من صيدليه لصيدليه بيعمل ستوك بايلينج وبيخبي الدواء. زيت الشيء الفارماسيست خاف انه يغلى الدواء، كمان ستوك بايلينج. اذا بنعمل الوصفه الرقميه اكيد هيدي بدها مساعده دوليه وبدها بلان، نرجع بنحكي للبلان انه نقدر نرصد تحركات هالمريض، يعني تكون يعني كلها كودي باركود اللي اسمه كلها ايه. نعم. بالضبط، او يكون تطلع من عند الحكيم توصل دغري لعند الفارماسيست مثل الدول المتطوره، هيك بتقدر اول شيء ترصد الدواء، بتقدر تحلل سلوك المريض شو عم يعمل، بتقدر تحلل سلوك الصيدلي هل هو عم بيخزن ولا لا. بعدين كمان المفروض انه يصير في انفورسمنت للقانون البريسكريبشن، مش كل مريض طالع على باله يجيب دواء بيروح بي. يعني بده يكون في وصفه طبيه. صح. في قانون بس منه امبلمنتد، هي احد القوانين الموجوده على فكره بمهنه مزاوره مهنه الصيدلي، ولكن غير مطبقه حتى اليوم موضوع البريسكريبشن والوصف الموحد 100%. سو هيدي لازم تصير. وانا برجع بقول الانترناشونال كوميونيتيز بيقدروا ثرو مبادرات سكولر يحفزوا انماء المناطق، يعني وقتها نحن بدنا نبعث نيرس تشتغل بالريف اكيد الافضليه عندها تشتغل بمركز اكاديمي مثل مثلا الاليو او الجامعه الامريكيه او اوتيلديو، اكيد رح تفضل هنيك للاسباب اللي ذكرتها زميلتي. سو انا اللي بقوله انه نعمل يعني مبادرات سكولرشيبس اووردز، انه انت بس تتخرج يا ممرضه، بس تتخرجي اذا بتشتغلي مثلا بالريف بنعطيكي ماسترز تروحي تعملي ماسترز ان مثلا دوله اكس اور واي او معاش او شيء، يعني تحفيز. يعني كل الخطط المبادرات اللي بدها تجي مثل ما اتفقنا ما لازم تكون مؤقتة، يعني لازم لو كانت مؤقتة تترك أثر للمدى البعيد. هلأ عم نحل مشكلة الدواء، عال إذا منساعد الإنتاج، إنتاج الأدوية عدد أكثر أو الأنواع، أنواع الأدوية منكون خلقنا للمدى الطويل سياسة يمكن تتخلى عن الدعم. جميل. من جوابك بدي انتقل لعند الدكتورة إيمان. اليوم حضرتك كسيدة ممثلة لمنظمة الصحة العالمية في لبنان، اليوم بنعرف انه هيدي السنة كان الشعار الأبرز ليوم المرأة العالمي كان اختاري التحدي. يعني اليوم بدي أسألك أنا اليوم كيف تجلى عندك هذا التحدي من خلال عملك بمكافحة الوباء، سواء كان بالعمل التوعوي أو بالعمل الميداني على الأرض بقلب لبنان؟ يمكن انا من خلال هاي الحلقه كمان حابه اضوي على بعض الارقام اذا بتسمح لي، لانه أكيد. هذا
من عوامل القوة تبعتنا كلياتنا، كل الشركاء، ما عم بحكي عن منظمة الصحة. والدكتورة ريما كمان يعني أشارت لإلها. أنا بحب أقول لك 80% من الممرضين على الأرض هم نساء. نعم. 25% من الطاقم الطبي، الدكاترة، الفيزيشنز هم نساء. رؤساء الأقسام بوزارة الصحة، سواء كانت بالأمراض الاستقصائية، الوبائيات، المعلومات، البرايمري هيلث كير، الرعاية الصحية الأولية، كلهم نساء. فأنا بدي أقول إنه النساء كان لها دور كتير كبير بالاستجابة للكورونا والاستجابة للتحديات اللي عم بتمر فيها لبنان، التحديات اللي ذكروها الدكتورة أمية والدكتورة ريما. يمكن من الشغلات اللي كمان كتير مهمة إنه في عنا كتير نقباء، ومنهم الدكتورة ريما هي كمان نساء، وكان فيها قبلها الدكتورة ميرنا دوم اللي هي كمان كان لها دور كتير كبير بالاستجابة لكوفيد وخلال ويعني during بيروت بلاست. وللأسف دكتورة باترا تركتنا، ولكن دكتورة باترا كانت هي الداعم الأساسي للاستجابة من خلال للكورونا، من خلال قيادتها للناشونال كوميتي اللي هي اللجنة الوطنية للاستجابة. فأنا بدي أقول لك إنه النساء كان لهم دور كتير كبير من خلال من بهالفترة هاي، وخصوصاً بالاستجابة لعدة التحديات العديدة اللي مرقت فيها لبنان. فبدي أقول لك إنه من ناحية كورونا إحنا كلبنان مع قلة وشحة المصادر اللي موجودة عنا وكثر المشاكل، ولكن كانت استجابتنا كتير أحسن من دول أخرى. فمثلا معدل الوفيات كان كثير اقل من دول مجاوره او دول يعني كمان ممكن تكون بوضع صعب. وبنفس الوقت اذا بتطلع على معدل الفاكسينيشن يعني، وهي كانت من مهامها اللي كانت قاعده عم بتركز عليها فتره، اللي هي الميجا سنترز للفاكسينيشن. فبدي اقول لك يعني طبعا اكيد لما وصلنا 35% و40% يعني هاي معدلات كثير مهمه من ناحيه قدره المراه اللبنانيه على القياده وعلى الاستجابه السريعه للتحديات اللي عم يمر فيها البلد. بالاضافه لذلك احنا في عندنا المنظمات الامميه، يعني اذا بتطلع على UNDP، منظمة الصحة العالمية، المنسق الإنساني، المنسق الخاص، لقبل فترة مديرة UNHCR، كلهم نساء. سيدتنا. أكيد النساء كان لها دور كتير كبير بالاستجابة لعدة التحديات اللي عم بيمر فيها البلد. أنا كنت حابة أضوي على شغلتين ذكرتوهم حضرتكم، بترا ذكرتهم وذكرتهم الدكتورة أمية. أول شيء بالنسبة لأنه ذكرت مسألة الأدوية والميديكيشنز، أكيد دكتورة أمية هلأ حالياً عم بيتم مراجعة كل الأدوية، وبالذات بدي أقول لك بالنسبة للإنترناشنال كوميونيتي عم بنشر جينيريك، عم بنشر طبعاً أكيد هاي 15 نوع من نفس الميديكيشن، هذا كلياته عم نركز على الأدوية الكريتيكال مثل ما قالت الدكتورة فترة. أكيد اللوجيستيك مانجمنت سيستم is a priority، وبحب أبشرك يمكن هاي من الشغلات اللي يمكن ما حكينا عنها لسه، إنه تم هلا يعني it's being piloted for cancer medications زي ما بيقولوا. LMS Logistic Management System، إنه الدواء من وقت ما يفوت بالبور يتسجل بالجمارك ليفوت مستودعات وزارة الصحة، بتسجل بيروح للمستشفيات اللي بتصرف الكانسر ميديكيشن وبيروح للمريض. فالسيستم is in place والسكانرز كلها توزعت، التريننج is going on right now. طبعا هذا يعني بدفش من وزير الصحة، لأنه هذا البرنامج له فترة كان يعني كنا شغالين فيه، ولكن تم يعني تنييمه لفترة من الزمن، ولكن هلأ رجعنا أحييناه مع السبورت من وزير الصحة. فإحنا بس يثبت إنه 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 ما فيه ثغرات البرنامج هذا، طبعا رح يتعمم على الأدوية الثانية غير الكانسر. إحنا نقينا الكانسر لأنه ممكن يكون عددها محدود، القيمة الثمن تبعها عالي، فممكن يكون في إلها تراكين على في تحكم أكثر بعدد المرضى، ونعرف أكثر وين المستشفيات ووين بيزوروا الأطباء تبع السرطان. نعم
جميل. Exactly. هلا بس في موضوع اللوكال برودكشن وانا بوافقها اكيد للدكتوره بالنسبه للدعم اللوكال برودكشن، بس هذا مو دور الانترناشونال كوميونتي، هذا يمكن سياسه بالبلد لازم تكون. ولكن انا بقدر اقول ومن معرفتي انا انه الرو ماتيريال اللي بتفوت باللوكال برودكشن حاليا ما تم رفع الدعم عليها. صحيح. هي ظلت مدعومة حاليا فعلشان أنها تستمر بالإنتاج. حابة كمان إذا بتسمح لي إذا معي دقيقة حابة أضوي على الرعاية الصحية الأولية واللي انحكى فيه بالنسبة للأدوية واللي حكى الوزير قبل فترة، أنت عم تحكي أنه عم بيروحوا على المراكز على 250 مركز. ال 250 مركز هي عبارة عن شبكة لوزارة الصحة، وهي بتم توزيع الأدوية الأكيوت والكرونيك فيها للمرضى المستحقين اللي هي the most vulnerable نسميهم أو الأشد فقرا، وهدول طبعا أكيد يعني هذه شريحة من الناس، هي مو للكل، فأكيد ما رح تكفي الكل المحتاج، يعني مثل ما قالت باترا ومثل ما قالت دكتورة ريما التبرعات لا تكفي لا تغطي كل الوطن. أكيد لا، وإنت عم بتلاحظ أنه في عنا ازدياد مستمر شهرياً، عم بيكون في 10% more people are going يعني للمراكز الرعاية الصحية الأولية اللي تابعة على وزارة الصحة. فأكيد أي شراء تم بالأشهر الماضية كان تم احتسابه على الكاتشمنت بوبوليشن اللي هي عنا إياها هلأ، ولكن ما رح تكفي الازدياد المضطرد اللي احنا عم نشوفه، وأكيد هذا بسبب عدم قدرة الناس على شراء الأدوية من القطاع الصحي الخاص. فإحنا عم نشوف زي ما تقول return back للpublic sector. هلأ يمكن من ضمن الرؤى اللي مفروض هلأ نشوفها هي دور القطاع الصحي العام ودور قطاع الصحي الخاص. إحنا أكيد ما بدنا نكون عامل بأنه يعني نأثر على سلبياً على القطاع الصحي الخاص، لأنه هو له دور كتير مهم ودور رئيسي، ولكن بنفس الوقت لازم ندرس بدقة متناهية شو بده يكون دور القطاع الصحي العام، وخصوصاً أنه هو كان القطاع الصحي الأول بالاستجابة لمرض الكورونا. يمكن القطاع الصحي الخاص شوية يعني أخذ وقته، ولكن القطاع الصحي العام ومنها أكيد مستشفى رفيق الحريري صحيح. كان الريادة في هذا الموضوع. فأنا كنت بس حابة أركز على هدول الشغلتين. نعم. بالإضافة لأنها كمان ذكرت الإلكترونيك هيلث ريكورد، هاي من الشغلات اللي إحنا كنا نحلم إنه نطبقها بالبلد. اللي كان عندنا مشكلة اليونيك ايدنتيفاينج نمبر، يعني كل شخص ما عنده هذا الرقم اللي هو بيميزه انه هذا الشخص هو فعلا ايمان ولا هو فلان. فكمان معالي الوزير عم بيشتغل عليها على هذا الموضوع، حتى انه نقدر على الاقل نخلق هذا الرقم لكل شخص، ويكون في تتبع للوصفة من وقت ما تطلع من عند الطبيب لتوصل للصيدلية، ويتم متابعة إيش اللي عم بنصرف علشان نعمل راشنينج لصرف الأدوية. هذا الشيء كتير أساسي ومهم جدا. أكيد. دكتورة، بالعودة لدكتورة ريما، اليوم يعني كمان خلال موجة الوباء اليوم شفنا دور فعال كتير كبير لعبته النقابات بشكل عام، وخاصة النقابات الصحية بين الصيادلي والأطباء والتمريض وأطباء الأسنان. اليوم أنتم كنقابة شو كانت أبرز اقتراحات نقابة الممرضين والممرضات لأجل إنقاذ ما تبقى من قطاع صحي وتمريضي؟ نحن هلأ قايمين بحملة اسمها معا لإنقاذ القطاع التمريضي، وهلأ صرنا فترة عم نشتغل عليها، وبعتقد حتى كل النقب السابقين وأنا عم كفي، يعني مثل ما قالوا الدكاترة الكرام، نحن عنا نظام صحي كتير منيح، ورغم كل هالأزمات يعني كلنا فينا نقول اللي مر فيها لبنان، بعده القطاع واقف على إجري. صحيح أنه في إشياء نقصت، بس بعده المريض عم يوصل وعم ياخد العناية اللي بيلزمها، واللي عم يلعب دور هو، بما أني أنا نائبة المرضات رح أحكي عن القطاع التمريضي قديش لعب دور من وقت وباء الكورونا، هو من القبل عم يلعب هالدور، بس تسلط الضوء عليه، شايف قديه له دور بهالكوفيد من ناحية علاج المريض ومن ناحية وقايته
وتثقيفه، لأنه هو ثلاث أشياء مهم يلعبون، وهذا الشيء أكيد وطى من الكونتامينيشن، يعني الناس ما تاخد وينقل هالمرض بسرعة قوية. والنقابة لعبت دور هون بتمرين المرضين، خصوصا هلا صحيح أن عندهم الثقافة والدبلوم اللازم، بس كمان بس يطلع وباء جديد لازم كمان تتعلم عليه وتتعرف عليه أكثر. كمان مع النقيبة السابقة لعبنا كتير دور لحتى نضوي قدي مهم أنه دور الممرضة وشو لازم تعمل لتوقع هالعالم بهالأشياء. فكانت موجودة بكل المراكز، إن كان بالمستشفيات مع المرضى بالعناية الفائقة، كيف تلبس البي بي إيز، كيف تغسل إيديها، كيف تلبس. كانت كمان الميديا، أنا هون بدي ضوي على شغلة كتير كانت مهمة، لأنه ضوت على هالقطاع اللي كان معتم عليه فترة، وهون قدي فينا كمان نوصل هالمساج تنقول أنه المرضى عندها أدوار كتير كبيرة تلعب فيها، إن كان بالنظام الصحي وكان بالوقاية من الأمراض، إن كان بالعلاجية. ونحن كنقابة، وتفضلت قالت فيه دكتورة شانكيتا، نحن 17,900 ممرض وممرضة منتسبين لهم، 80% هن ممرضات. وهلا اكيد يعني اللي عم بفوت كمان العنصر الذكري، وكمان عنده وجوده وعنده اهميته، بس كمان هيدا الشيء لحتى خلي هالقطاع واقف على اجري، نحن قايمين بحمله معا لانقاذ القطاع التمريضي، اللي هي هلا عم نشتغل على اساسها بالتعاون مع وزير الصحه ونقيب المستشفيات، عم نعمل مثل عقد جماعي. هالعقد الجماعي اللي هو بيلحظ سلسله الرتب والرواتب، عدد ساعات العمل، الحوافز الاجتماعية والمدرسية اللي بعطيها للممرضات وين ما كان اشتغلوا، بأماكن عملهم، كمان يكون عندها حافز بس يكون عندها تطعيم للتأمين الصحي. شفنا التأمين، يعني كمان للمرضى صحيح هي مضمونة، بس أوقات لما بتفوت على المستشفى هي كمان بدها تدفع فرق التأمين، مثل فهيدا كمان طلبنا أنه يتاخد بعين الاعتبار. هيدي أشياء كلها اللي عم نطالب فيها رح نوثقها بعقد جماعي ننطلق فيه، لحتى المرضى وين ما اشتغلت تحس حالها انه هي عن جد عندها حقوقها، عندها ظهرها نقابة واقفة. وبدي ركز على شغلة كتير مهمة، هي هالتعاون بين كل هالطاقات البشرية الموجودة بلبنان. يعني نحن مش بس نقابة المرضى لحالنا، نحن عم نتعاون مع نقابة الأطباء، نقابة المستشفيات، مع الوزراء المعنيين، مع مدراء المستشفيات، مدراء التمريض، مع المرضى هن كمان بذاتهم. كتير مهم نتعاون وكل واحد يحط خبرته وكفاءته لحتى نخلي هالقطاع الصحي قايم على إجري، ونخلي هالمرضى ببلدهم. وإلا إذا كل واحد بده يتفرد، لأنه مثل ما قالت الدكتورة بيترا، عندنا طاقات كبيرة ولبنان عم يخسر من هالطاقات يوم صحيح. بعد يوم طاقات البشرية يعني العديدة. بدنا يضل اسمنا مستشفى الشرق، بدنا نضل نتميز بهالعناية اللي نحن عم نعطيها للعالم. فهيدا الشيء بيتطلب أكيد تعاون كل المعنيين، ونحن هلأ اليوم بدنا نتعاون كلنا سوا، نتفاوض لحتى نخلي ننقذ القطاع التمريضي. جميل، إن شاء الله نقدر كلنا بإذن بعضنا. يعني ما بعرف دكتورة أمية إذا بتحب تخبرينا شيء عن الموضوع أيضا قبل ما ننهي الحلقة، اللي هي كانت كلها عن جد أمل بالقطاع الصحي اليوم، أيضا بهجرة الأطباء اليوم. أنا بعرف من خلال انتخابات نقابة الأطباء اللي كانت بدها تصير، في أكثر من 20% من الأطباء هاجروا اليوم بين طبيبات وأطباء. هل هذا الشيء عم تحسوه بالمستشفيات الجامعية عم بيأثر سلبا على الاختصاصات؟ واليوم خاصة حتى تلاميذ الطب اليوم صاروا عم بيحسوا حالهم أنه لم يعودوا قادرين على التعلم كما كانوا من قبل، لأنه كان في العديد من أطباء الأخصائيين اللي كانوا يقدروا يعطوهم دائما المعلومة الجيدة إلى آخره. فأنا كيف اليوم بدي واجه موجة هجرة الأطباء بقلب المستشفيات في داخل لبنان؟ هلا بعتقد بالمستشفيات الجامعيه كلها، صحيح مثل ما قلنا قبل شوي في ناس عم بتفل، بس كمان في ناس عم تستلم، وكلهم عم بيكونوا جرادويتس من مستشفيات منيحه بعدهم بلبنان.
على طول عم بيصير في اجتماعات دوريه بكل المستشفيات الاكاديميه لحتى يكون هيدا الموضوع بالضوء، لانه هاي المهنه ما فيك تخرج نيرس او حكيم، يعني كل الاختصاصات اكيد عندها ستاندردز وعندها كريدتس لازم واحد يخلصها لحتى ياخذ الشهايد، ولكن بموضوع الطب وحياه الانسان بتكون هيدي شوي مور كريتيكال، يعني بيكون في دقه زياده. اذا باخذ على المستشفى اللي انا فيها، نحن على طول باجتماعات دوريه لنشوف قديش عندنا اطباء مقابل قديش عندنا تلاميذ، وعلى طول عم بيكون في ريبليسمنت، وعلى طول عم نشتغل على هالموضوع حتى ما يتاثر المستوى التعليمي. بفتكر كل الجامعات الأكاديمية مثلنا، حتى نحن يعني امتحاناتنا بتجي من برا، يعني حتى AUBMC وغيرهم، يعني في حال صار في أي ثغرة لح السيستم لح يعني يشوفه. فالامتحانات ما تغيرت، على طول عم تندرس الريشوز بين عدد المرضى، عدد الأساتذة، عدد الأطباء اللي عم بيعلموا، كلها هيدي عم تندرس. فإذا يعني إن شاء الله نطلع من هالأزمة بوقت قصير بلا ما نوصل لمحلات، يعني لحديت هلا مضاينين الحمد لله، وبعتقد هيدا يعني بيتطبق على المستشفيات الجامعيه كلها ان شاء الله. على كل حال انا سعيد بهذه الحلقه الحواريه اللي عن جد بتشكر ميشي دياء فاونديشن واليو ان وومن والميديا كوميونيكيشن فاسيلتيز اللي عم نعملها اليوم لنضوي على اهميه هذا القطاع الطبي. دكتوره اميه مشرفيه، نحن بتشكركم كمان على هالندوه الحلوه. دكتوره ريما سسين بتشكر كثير كنقيبه شكر المرضى. كل باسم المرضى والمرضين شكركم، وتضلكم دائما تنقلوا الصوت الممرضات والممرضين والاطباء وكل العاملين الصحيين يستاهلوا شكرا كثير كبيره. واكيد بشكر دكتوره ايمان شنكيتي ممثله منظمه الصحه العالميه على القيمه المضافه اللي اليوم اضفتها على حوارنا معكم، والدكتوره بيتر خوري اكيد مديره الرعايه والصحه في الاتحاد الدولي للهلال الاحمر والصليب الاحمر. شكرا كثير اعزائنا المشاهدين على حضوركم الكريم، ملتقانا في مؤتمرات طبيه لاحقه مستقبليه، الى اللقاء. شكرا.